ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من نيويورك السيد أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. يعني إلى أي مدى تعول أو تعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تمارس نوع من الضغط الجاد والحقيقي هذه المرة كفرصة أخيرة على نتنياهو للوصول لصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ صباح الخير، التحية والتقدير. أعتقد أن أمريكا ضاقت يعني تصرفات بنيامين نتنياهو، جعلت الإدارة الأمريكية في موقف محرج، ووصلت بها إلى أنها تستطيع أن تقرر تقريبا أن التعامل معه أصبح مسألة فيها كثير جدا من الحساسية، سواء في هذه الإدارة الحالية اللي قدامها 60 يوم إن استمرت من خلال نجاح كاميلا هاريس، أو يكون هناك نصيب للحزب الجمهوري ويكون ترامب هو الفائز. الإدارة الأمريكية حست أن هي بيتلعب بها من خلال 11 شهر. بنيامين نتنياهو بيحاول أن يكسب على قدر ما يستطيع من مكسب، ويضغط على الإدارة الأمريكية ظنا منه أنها في أضعف ظروفها، وأن الرئيس الحالي بايدن في أضعف ظروفه، وبالتالي هو لا يستجيب. لما تقعد أمريكا 10 مرات زيارات مكوكية لوزير الخارجية وكبار المسؤولين الأمريكان يروحوا، والدعم العسكري والمادي والسياسي الغير مسبوق لإسرائيل من قبل أمريكا، ومن ثم لا توجد أي مؤشرات تقول أن بنيامين نتنياهو ينصاع أو يستمع إلى النصائح الأمريكية، بل إن كل مرة كان يزور أنتوني بلينكين المنطقة يعود أولموست بخفي حنين إلى إدارته في أمريكا في واشنطن، ويقول إن بنيامين نتنياهو لا يستمع إليه، بل إنه هو بينقي من كثير جدا من العروض اللي أمريكا بتعرض عليه ما يستطيع أن يقول إنها في مصلحته. هو لا يستطيع أن ينهي الحرب أو يتبادل الأسرى، لأنه إذا انتهت الحرب هو في اليوم الثاني بعد الحرب هيكون عنده تحقيقات وسوف يطاله السجن هو وحكومته، وبالتالي فهو يعني بيبرطع باللغة البلدي بتاعتنا في المنطقة ويعربد شرقا وغربا، ولا يريد أن ينهي الحرب ولا يهتم بمسألة إطلاق سراح الرهائن، وبالتالي أمريكا وجدت نفسها في موقف حرج جدا في مأزق في التعامل معها. يعني سيد أحمد، على ذكر هذه العربدة التي ذكرتها من قبل بنيامين نتنياهو، بطبيعة الحال المواطن الأمريكي يهمه في الدرجة الأولى الاقتصاد الأمريكي، الأوضاع الداخلية الأمريكية، لكن ما شهدناه من تظاهرات مؤخرا في الداخل الأمريكي يعكس أن المواطن الأمريكي أو جزء من المجتمع الأمريكي هو مهتم بالوضع الإنساني في قطاع غزة. وهنا أتساءل معك، ما هي نسبة التأثير لهذه القضية والوضع في قطاع غزة على إدارة الديمقراطيين، سواء كان جو بايدن أو كاميلا هاريس هو المرشح القادم؟ ماذا فقدوا من أصوات الناخبين، أو ما شكل التأثير في صناديق الاقتراع التي ستبدأ في 5 نوفمبر المقبل؟ نعم، من المهم أن نعرف أن 40% من أصوات الناخبين يمثلها الشباب، والشباب جزء كبير منهم هم طلبة الجامعات. هذه الحرب جعلت لأول مرة يعود إلى الأذهان مسألة مظاهرات الشباب وطلاب الجامعات اللي كانت أيام حرب فيتنام، واللي كان لها تأثير جدا على الحكومة والإدارة الأمريكية. ما كانش الطلاب أو الشباب بيهتموا بالسياسة، كان عندهم اهتمامات تانية، لكن في هذه المرة المظاهرات اللي حصلت في الجامعات والتصرفات الغير مسبوقة أن يكون 4 من رؤساء هذه الجامعات الكبرى يتم التحقيق معهم في الكونغرس بسبب الضغوط الإسرائيلية على الداخل الأمريكي، أعتقد أن نتائج أو مستقبل انتخابات هذه المرة هيلعب فيها دور كبير جدا الشباب الغاضبون اللي هم مش مقتنعين بأن دي صورة أمريكا الذهنية أمام العالم. ومن ثم أعتقد على الحزب الديمقراطي أن يرتب في أوراقه أن يكون لديه اعتماد كبير جدا على أن يكسب هذه الشريحة، وأعتقد أنه بدأ أوريدي من خلال حملة المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كاميلا هاريس أنها تخاطب الشباب وتذكرنا بمسألة المرشح السابق الرئيس السابق الأمريكي أوباما. أوباما في حملته في المرة الأولى وفي الثانية كسب أن يكون
8 سنوات رئيسا لامريكا ورئيسا للبيت الابيض من خلال دعمه للشباب، او شعاره اللي كان يقول يس وي كان دو، نعم نحن نستطيع. اعتقد كمالا هاريس بتمشي على نفس خطوات الرئيس الاسبق، اول رئيس اسبق في التاريخ الامريكي، اول رئيس اسود في التاريخ الامريكي. ومن ثم اعتقد هناك فرصه للديمقراطيين ان يحققوا انتصار من خلال دعم الشباب ليهم، اللي هو غير مقتنع تماما بهذا الدعم الغير مسبوق والغير مبرر من قبل امريكا لاسرائيل. نعم سيد أحمد، أذهب بك إلى ارتباط التطورات في الداخل الإسرائيلي مع الامتعاض الأمريكي مما يمارسه بنيامين نتنياهو من ألاعيب للهروب من أي نجاح لصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار. وهنا أتحدث معك، هل تلتقي مصالح الداخل الإسرائيلي والداخل الأمريكي أو الإدارة الأمريكية المتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وأيضا مصالح الأجهزة الأمنية والجيش في إحداث يعني انقلاب أبيض على بنيامين نتنياهو؟ نعم، هناك غضب كبير امتد إلى 11 شهر في الداخل الإسرائيلي. كثير جدا من المواطنين أصبحوا مقتنعين بأن بنيامين نتنياهو لا يهتم في هذه الحرب إلا بمصلحته الشخصية، يعني داس على كل القيم. كل هذه المظاهرات في الداخل الإسرائيلي من قبل المواطنين الغاضبين، وأيضا من عائلات وأسر الأشخاص المفترض أن يطلق سراحهم، اللي بلغ عددهم يمكن 130، ولا يبدو أن بنيامين نتنياهو مهتم بهم. كمان في الداخل الأمريكي هناك يعني غضب شعبي وجماهيري وطلابي وشبابي من أنه هناك إخفاق في الإدارة الأمريكية، كل هذا الدعم الغير مسبوق لإسرائيل عامة ولنتنياهو شخصيا لم يؤتي بنتائج لأنه أساء إلى أمريكا. نلتقي أعتقد أن النقطتين ممكن يكون لهم تأثير قوي جدا في مسير الانتخابات، وإن كان هناك فرصة لوقف إطلاق النار نتمنى أن تحدث على المدى القريب. نعم، على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تحليل. كنت معي من نيويورك أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.